تحتاج. على طول. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. صفة سبعة. عنده أحد بطاقة؟ لا يا منطقة حي العربي شعيوز عود والله عاوز عم مساعدات منو والله قيادة عمليات نينوان نشكرهم ورحم الله والديهم على هاي المبذرة الحلوة من عندهم وجزاهم الله ألف خير إن شاء الله. عمليات نينوان على المساعدات وإحنا منطقة حي العربي إحنا نازحين من سنجار الله يبارك بيه إن شاء الله ويأجم إن شاء الله على المكرمات خلف الله عليه الله يبارك بيه الله يطول بعمره إن شاء الله عين طي المساعدات للفقارة الخطية أكثر شيء عالم من جانب الأيمن متبهدلين هذه ما عندهم ناس لا تمن لا فاصوليا لا شيء كل شيء ما عندهم هازم احمد حسن نشكر قائد عمليات على توزيع المساعدات الى العوائل المتعففه في منطقه حي العربي العوائل اللي تضررت اثناء الحرب اللي جرت من عصابات داعش الاجراميه وتم توزيع العوائل لاكثر من 200 عائله منطقه حي العربي محمد عايش الدور